انطلقت امبارح فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي واللي بينظمه اتحاد المستثمرات العرب، وبيستضيف عدد كبير من الشخصيات العامه والمسؤولين العرب والافارقه والاجانب. والرئيس الشرفي للمؤتمر السيده تمارا فوتيتش، السيده الاولى لجمهوريه صربيا. المؤتمر بيعقد جلساته في شرم الشيخ منا، والاستمرار لهذا المؤتمر هيكون لحد يوم 3 نوفمبر. هيتناول العديد من الموضوعات: تعزيز حركه التجاره والاستثمار الدولي والصناعات التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة، وكمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجود هذه الكوكبة من المسؤولين من الدول العربية والأفريقية، وتشريفنا بوجود حرم رئيس جمهورية صربيا وممثل نائبا رسميا لحرم رئيس جمهورية أنجولا، وتسلمنا جواب خاص منها للتشجيع والتأكيد لوجودها المرة القادمة لظروف كانت تمنحها من الحضور، وكبار رجال أعمال وكبار مسؤولين من 32 دولة بين عربية وأوروبية وأفريقية. وعشان كده قالوا عنا إن المؤتمر ده اسمه مؤتمر التحديات، تفتتح ثلاث قارات، وإحنا كلنا واثقين في مزايا الاستثمارية الغير عادية اللي مقدمة على أرض الواقع، خاصة بعد ما رئيسنا أسس المجلس الأعلى للاستثمار، والدعم الكبير لكل مستثمر ومستثمرة ورجل أعمال وسيدة أعمال على مستوى الدول كلها. مزايا غير عادية وغير مسبوقة ولم تقدم من أي دولة أخرى. جلسات بتناقش قضايا كثيرة وتحديات كثيرة، اللي هي إذا حققنا فيها نجاحات هتفتح آفاق كبيرة للشباب، وخاصة الالتحاق بفرص العمل، وظيفة لائقة للشباب كما يبغو ويحلم كل شاب وكل فتاة. بنقول إن أسرع وسيلة لإنعاش الاقتصاد القومي هي السياحة، وإحنا عارفين إن السياحة صناعة كثيفة العمالة، يعني بتستهدف أعداد كتير جدا من راغبي الحصول على فرصة عمل. حاجة تانية بنحقق بيها هدف الدولة، وهو المبادرة التي أطلقت من معالي دولة رئيس الوزراء بأننا يجب أن نعمل لنحقق 30 مليار دولار كدخل من السياحة في العام. جلسة أخرى بنتحدث عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وانتوا عارفين المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس، ولكن دايما بقول ان مش كله يلقى على عاتق الدولة. عندنا المجتمع المدني بالاتحادات اللي موجودة، بجمعيات الأهلية، بكل ده لازم ان هو يطلع منه مبادرات، وان هو يعمل موضوع تأهيل ويعمل تريننج للشباب علشان فعلا يبدأ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وبالمناسبة في دول كتير اقتصادها نما وحقق التقدم لما اهتمت بهذا الموضوع. احنا اهتمينا جدا ان احنا نشارك في هذا المؤتمر، لانه ده مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي، وزي ما قلت لحضرتك في الاول، لا يمكن ان يحدث تنمية في اي بلد ولا في اي مكان بدون استخدام التقنيات الحديثة اللي بتسرع بعجلة التنمية. فالنهاردة في تحول في العالم كله، التحول الرقمي، ولكن للأسف كمان تعدينا التحول الرقمي إلى التحول اللي هو بالذكاء الاصطناعي. فالنهاردة هذا التحول في الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحدث استثمار، لا يمكن أن يحدث اقتصاد قوي، لا يمكن أن يحدث تبادل تجاري قوي بدون استخدام التكنولوجيا المتطورة.